خلال جولة تفقدية، الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. في جولة بشرم الشيخ، رئيس الوزراء يتفقد تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين ويتابع استعدادات مؤتمر كوب 27. الناتو يبدأ تدريبات نووية بمشاركة قاذفات B-52، وبوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى لتدمير جارتها أوكرانيا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين والقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للسيد الرئيس شملت الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بتفقد أعمال إنشاء محور ياسر رزق والمحاور الداعمة لربطه بمحور الحضارات وصلا لكورنيش النيل، مما يسهل الحركة على قاطني جنوب ووسط القاهرة، مناطق المعادي وحلوان والمقطم ووسط القاهرة، وصولا لكورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد. سيادتك الكوبري طوله 900 متر، الكوبري هيربط سيادتك الوصله اللي هي جايه من محور ياسر رزق سيادتك لكوبري اللي هو صلاح الشاذلي. كوبري سيادتك طوله 700 متر، الكوبري ارتفاعه عالي جدا يا فندم، ارتفاعه في المنطقه ديت 45 متر. ده هيعمل نقله كبيره جدا. ده يا فندم ده هيعمل محور طوله 25 كيلو واصل من النيل عند نهر النيل مرن بمنطقه الحضارات لغايه يعدي منطقه المقطم بالكامل. رايح جاي طبعا. رايح جاي يا فندم، 5 حرارة كل اتجاه. يوصل لغايه جمال محمد علي، نهر جمال محمد علي فندم. ده كله فندم بعد كده انتوا عاملين منسوب الميل معقول، الميل يا فندم منسوب معقول وهيخلص في وقت مش حد قوي. لا مش هيبقى حد في كده، هيبقى الميل معقول يا فندم، طبقا للكود يعني مش هيعدي الكود وهيبقى اقل منه كمان يا فندم. اللي هيخلص يا فندم ان شاء الله، كان المفروض على التصميم بتاعنا الاولاني اللي هو الطبيعي هياخد 1 سنة و3 شهور، احنا باذن الله ممكن ان شاء الله فندم نخلص شهر 7 الجاي 23 باذن الله ان شاء الله. سيادتك لو كنا هنشتغل بالنظام التقليدي يعني كان شهر 5 سنة ونص. فسيادتك احنا درسنا كذا حل عشان نشتغل بيهم في وقت واحد. سيادتك الارتفاع اللي هو اكتر من 45 متر هنشتغل اعمده بنظام الهوليكو، الاعمده اللي هي المفرغه سيادتك، ارتفاع العمود هيبقى 45 متر، بس هو طبعا صعب جدا في تنفيذه لان الشده بتبقى 45 متر مع بعضها وبيبقى الحائط بتاعه متر بس، فهو بيوفر كتير جدا في الخرسانه وبيسرع في الوقت شويه. الاعمده الاقل من كده هننفذها بالنظام العادي. الكمر سيادتك اللي بيتعمل هعمله برده باسلوبين انشائيين، نظام البري ستريس ونظام البري كاست. وانتهاء المحور ده يا فندم هنكون ربطنا المنطقه بتاعه كورنيش النيل عبر دوكو جوبر الدكتور صلاح الشاذلي منها الى محور ياسر رزق بالمنطقه شرق القاهره ومنطقه جنوب القاهره والمقطم. يعني احنا هنا واقفين دلوقتي، هنا فين احنا واقفين؟ ده متحف الحضارات ماشي، وده اللي احنا عايزين نبينه. تمام. الفكره هنا اللي هتتعمل الكوبري اللي احنا بنتكلم على ارتفاعه 45 متر اللي هو منسوب الجبل ده لغايه الارض تحت، اللي هي المعدات اللي شغاله تحت بنزل بالظبط عشان تربط مع فندم مع كوبري الدكتور صلاح الشاذلي اللي في اليمين ده فندم، ومنه لكورنيش النيل، وهيبقى عندنا كوبري. الهدف هو عمل نقل الحركه المروريه بشكل غير مسموح. بالظبط كده. الناس ممكن تطلع من قدام القلعه، ممكن نطلع فندم من صلاح سالم يعني نطلع شرق القاهره او نيجي من منطقه كورنيش النيل هنا تمام، ونطلع برده يا اما المقطم ومنها لشرق القاهره، وكده خففنا الضغط على الطريق الدائري، وده بيعتبر استكمال للخطه اللي سيادتك امرت ووجهت لتطوير عدد من الطرق والمحاور فيها. اول محور فيهم يا فندم هو محور بياسر رزق، وده يا فندم بيربط بين محور صلاح سالم ومحور الاوتوستراد لربطه بمحور حسب الله كفراوي وسميره موسى بطول 9 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه في كل اتجاه، كما يتم انشاء محور سميره موسى
بطول 12 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه، وتم تحليل الحركه المروريه فيها يا فندم بانشاء عدد 4 كوبري بالاضافه لثلاث انفاق. دي عباره عن طريق بطول 2 كيلو متر، اولهم يا فندم عباره عن كوبري بطول 900 متر وعرض 27 متر بارتفاع يصل الى 45 متر، بيتم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه، وده فندم للربطه على محور ياس الرزق، بالاضافه ان هو تم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه لتعديل المخطط الزمني، بالاضافه لطريق بطول كيلو كيلو 100 بيصل كميات الحفر والردن فيه يا فندم الى 800000 متر اللي احنا واقفين عليه، بيصل كميات الحفر والردن فيه الى 800000 متر مكعب. بالاضافه لكده يا فندم بيتم تطوير طريق كورنيش المقطم بطول 7 كيلو بعرض 2 حاره مروريه لكل اتجاه في المنطقه من محور حسب الله الكفراوي حتى شارع 9. بالاضافه لكده يا فندم سيادتك صدقتوا وشغالين دلوقتي فيه بتطوير شارع 9 من ميدان رساله وحتى ربطه مع محور رئيس الرزق بعرض 6 حاره مروريه لكل اتجاه، عدا المنطقه من ميدان الشرق وحتى ميدان مسجد الحمد دي بعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه. ويا مرحبا. متشكرين. كما تفقد سيادته أعمال تطوير منطقة المقطم وكذا تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى لخدمة أهالي المقطم. فبالدراسة يا فندم والعرض على سيادتك، سيادتك صدقت على إنشاء حائط ثاني يا فندم بطول 900 متر في قطاعات مختلفة يا فندم اللي فيها المشاكل الإنشائية للهضبة واللي كان يعود زمانها لسنة 2000، كان حصل تآكل للجبل يا فندم أمام سيادتك ده حد الجبل القديم، وتم معالجته في حينه يا فندم عن طريق الردم بأنواع مختلفة من التربة الغير متجانسة، وبالتالي يا فندم بعيدا عن تنفيذ محور ياس الرزق وجدنا إن في صعوبة في الحفاظ على سلامة الهضبة الإنشائية يا فندم حتى مع إنشاء محور كورنيش المقطم وياس الرزق، وتم يا فندم بالفعل إجراء أعمال الجسات والتصميمات وبدأنا فندم التنفيذ عن طريق إنشاء حائط بارتفاع يصل من 6 ل 18 متر يا فندم، وباساسات عميقه تصل الى 3 صفوف من الاساسات العميقه، وسمك الحائط يا فندم هيوصل ان شاء الله لمتر، وتدعيمه كل 6 متر يا فندم بدعامات عموديه لضمان يا فندم اولا اعمال الردم اللي هتتم باسلوب انشائي سليم ان شاء الله، تحافظ على اولا سلامه محور كورنيش المقطم الجاري تنفيذه، وفي نفس الوقت يا فندم عدم تاثيرها على محور ياس الرزق الجاري تنفيذه. اي امطار هنا او هنا ما عندناش مشكله ان شاء الله فندم باذن الله. باذن الله فندم. طيب. تم دراستها فندم تماما، وان شاء الله في بعض القطاعات هيبقى فيها تدبيش بدون مونه عشان يبقى في فلتر للميه، بعد كده عاملين له سايد حاجه زي ميول جانبيه سيادتك تجمع ميه الامطار دي، او بلاطات خلصانيه لحمايه الاجناب باذن الله. وان شاء الله فندم مخططين باذن الله الطريق بالكامل ان شاء الله هيبقى خلصان 30/12، عدا يا فندم المنطقه اللي هي فيها الحائط الساند دي طولها كيلو يا فندم، المنطقه دي ان شاء الله هياخد مده تنفيذها باذن الله 4 شهور، ولكن 30/12 هنبقى مفتحين ان شاء الله على الاقل 3 حاره في الاتجاه ده يا فندم ان شاء الله. يعني الطريق هيشغل باذن الله. يعني هنخلص امتى ان شاء الله يا فندم؟ 30/12 الطريق بالكامل، المنطقه دي يا فندم هيبقى مفتوح برده فيها الطريق، هيبقى فيها حالتين بس سيادتك، هيتاخروا ان شاء الله ل 30 يناير او 15 فبراير شهر كمان او اثنين يعني. باذن الله يا فندم. شكرا. باذن الله يا فندم. كما تفقد سيادته أيضا أعمال إنشاء طرق جديدة تربط بين محور حسب الله الكفراوي والطريق الدائري ومحور الشهيد لتخفيف الأعباء عن الطريق الدائري. استكمالا لأعمال تطوير وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها على محاور شمال وشرق القاهرة وصولا للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق منطقة زهراء المعادي والطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، 5 حارة مرورية لكل اتجاه، بإجمالي 10 حارة مرورية تصل إلى 16 حركة مرورية في المناطق السكنية والخدمية لضمان استمرارية المرور وخدمة المواطنين. المنطقة اللي سيادتك مشرفنا فيها فندم تم تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 9 كيلو متر، الطرق دي يا فندم تم حفر أكثر من 600,000 متر مكعب في تربة صخرية وباستخدام المعدات الميكانيكية، وتم ردم أكثر من 100,000 متر مكعب بأكثر باستخدام المعايير الجودة. سيادتك يا فندم كده قدرنا نربط القادم من طريق الأوتوستراد وطريق الصعيد الحر وحلوان بطريق العين السخنة مرورا بمحور محمد عزت عادل، وتم ربط القادم من محور الشهيد بمحور محمد عزت عادل ومنه إلى كورنيش النيل ومناطق جنوب القاهرة، وتم ربط القادم من المقطم ومحور ياس الرزق والقادم من المنيب بطريق العين السخنة. وبكده فندم تم إنشاء مجموعة من الطرق موازية للطريق الدائري لتخفيف العبء المروري على الطريق الدائري، خاصة فندم أنه بيتم مشروع الأوتوبيس الترددي. وبكده فندم نقدر نوفر الاستهلاك المحروقات وتوفير في زمن الرحلة. وتم فندم التنسيق مع الجهات المعنية
لإنشاء وتطوير البنية التحتية. وبالفعل يا فندم تم تطوير وإنشاء البنية التحتية من مياه وغاز وصرف وكهرباء. قبل ما تعملوا قبل ما نقفل الطرق يا فندم، لخدمة المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من أعمال الإنشاء والتطوير. وزي ما سيادتك أمرت يا فندم، تم قطع طريق العين السخنة وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية. شغالين في النفق، شغالين في النفق يا فندم، جاري الأعمال الإنشائية في النفق. هيخلص امتى؟ إن شاء الله زي ما وعدنا سيادتك يا فندم، في إن شاء الله شهر 2. طب أنا بس بودي هنا أوضح حاجة مهمة أوي. اتفضل. إحنا بنقول إيه؟ بنقول إحنا بنعمل محاور موازية للطريق الدائري، مش كده؟ تمام يا فندم. وبنعمل في نفس الوقت في كل كتلة سكانية موجودة شبكة طرق تخدم على سكانها. تمام. بحيث النهاردة بدل ما أنا لو أنا موجود يعني ساكن في منطقة زهراء محمد عزت عادل أو زهراء المعادي وأبقى محتاج أروح لغاية الدائرة عشان أتحرك عليه، لا ده أنا عندي طريق موازي أهو محور أتحرك عليه بسهولة جدا جدا. أنا عندي ملحوظة شفتها في الدوائر المرور بتاعتكم ديت. تمام. في الحقيقة مش كيفكم بالغين فيها قوي في اتساعها. انا اقصد اقول كانت ملحوظه بالنسبه لي ان اللي بيتحركين بينحرفوا شديدا جدا في عشان يتحركوا داخل الدوائر دي. تمام. احنا بنضمن يا فندم ان اللي قادم يقدر ياخد سرعته لدخول الدوران. طيب ايه تاني عندك؟ القطاعات الانشائيه بعد التطوير يا فندم. طيب. 5 حاره مروريه والمناطق اللي قلت سيادتك 16 حاره مروريه، 5 و3 حاره خدمه لخدمة المواطنين وضمان استمرارية حركة مرورية على الطريق الرئيسي. في حاجة برضو في المنطقة هنا أو في التصميم اللي انتوا شغالين بيه، حسيت إن احنا ممكن نضيف حاجة. لو انتوا لقيتوا حاجة كمصممين طرق ومنفذين للطرق دي في المنطقة اللي انتوا فيها غير اللي احنا عاملينه اطرحوه عليا. تمام يا فندم، تم الدراسة وعرض على السيادة. مش كده يا محمود؟ أولا شكرا. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم التي يتم تنفيذها بالمدينة وفقا للتوجيهات الرئاسية. وقد جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27، حيث أكد مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين تأتي في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير المدينة ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الموجودة بالمدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي المميز. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نقطة تجمع الحافلات الكهربائية وأخرى التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي ستشارك في حركة التنقلات خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27. وقد أشاد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة التي تراعي أصحاب الهمم والأطفال. كما تفقد مدبولي عددا من الدرجات التي سيتم إتاحتها بالمدينة وفق نظم مؤمنة للتحصيل ورصد مسارات تحركها. أكد وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أصبحت هذا العام ذات دلالة أكثر من المعتاد، وأن قدرة العالم على التعاون في مجال المناخ أصبحت على المحك، مشددا على ضرورة العمل وبشكل متكامل لتحقيق تحول عادل ومنخفض الانبعاثات الكربونية ومقاوم لتغير المناخ. وفي مقالة له نشرت على مدونة وزارة الخارجية حول حشد التمويل لعمل المناخ الدولي، قال شكري إن اتفاق باريس الذي يوجه عمل المناخ الدولي هو بمثابة صفقة كبرى، حيث توافقت الدول النامية على تقديم إسهاماتها العادلة لمعالجة أزمة لم تتسبب فيها في مقابل الدعم المالي الذي تحتاجه لاستكمال عملها على المستوى المحلي، مع السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وشدد شكري على أنه رغم تصاعد أسعار الغذاء والطاقة والتوترات الجيوسياسية، فإن أزمة المناخ طاغية، فموجات الحرارة المرتفعة والجفاف والحرائق والعواصف وارتفاع مستويات سطح البحر وتدهور الأراضي والتصحر والفيضانات تدمر المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتقضي على العديد من مكاسب التنمية. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ورسوخ العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، مع التطلع للارتقاء بهذه العلاقات التاريخية إلى آفاق أرحب. خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية، أشار رئيس مجلس النواب إلى اتساع مجالات التعاون المشترك في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي الجنوبي، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الذي تقدمه مصر للأشقاء في كوت ديفوار لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل. ومن جانبه أشاد رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية بالنموذج التنموي المصري، خاصة في مجال التنمية الأساسية وتطورها. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية فلاديمير أورليتش، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقة التاريخية بين القاهرة وبلغراد، لا سيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى جهود مصر لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، ومعربا عن ترحيبه بالمشاركة الصربية رفيعة المستوى المرتقبة في تلك القمة. كما استعرض مساهمة مصر في نتائج المؤتمر من خلال تحويل التعهدات والوعود إلى تمثيل فعلي على الأرض. خلال احتفال القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، أكد قائد القوات الجوية الفريق محمد فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وقد هنأ الفريق محمود فؤاد عبد الجواد رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية الذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العملية الحربية، والذي يستمر حتى 22 من أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين. وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها. حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدماء المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء. نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ولعدد من السفراء الأفارقة ورجال الأعمال من دولة نيجيريا إلى المركز الطبي العالمي للتعرف على الإمكانات الطبية المتطورة داخل المركز. بدأت هذه الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول الإمكانات الهائلة داخل المركز الطبي العالمي الذي يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة، بما يمتلكه من وسائل طبية وتكنولوجيا متطورة في جميع التخصصات الطبية. وشملت هذه الزيارة تفقد الوفد لعدد من الأقسام داخل المركز، شملت المعمل وأجنحة المرضى وغرفهم، وكذلك الرعاية المركزة والفندق ومبنى الأشعة ومبنى الأورام. من جانبهم عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة في جميع المجالات، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة تسهم في التعرف على كل ما هو جديد في المجال الطبي. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد، والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت الوزارة بتوزيع تجهيزات عرائس على الأيتام والأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. قطاع
قطار مبادرة كلنا واحد ينطلق دائما إلى محطات اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، في ضوء حرص وزارة الداخلية على أن تؤدي دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني الذي تعمل من خلاله على أن تصل بدعمها هذا إلى كل فئات المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم في عصر الجمهورية الجديدة. فالمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية توفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% حتى نهاية شهر أكتوبر، وكذا سلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل إلى 60% في المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي ربطنا من وجودك. كما تحرص منظومة أمان على توفير السلع في منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. المبادرة تطرق أبواباً جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأشد احتياجاً من خلال توزيع مستلزمات مدرسية على قاطني تلك المناطق، فضلاً عن نزلاء المستشفيات من الأطفال وكذا دور رعاية الأيتام. احنا النهاردة اتبسطنا بالشمات الجديدة. شكراً يا سيادة الرئيس ان انت دايماً بتفرحنا. كلنا واحد، ومن خلال سعيها للوصول إلى كافة فئات المجتمع في كل المحافظات قامت وزارة الداخلية في إطارها بإهداء عدد من مستلزمات الزواج لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج وتحديدا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأكثر احتياجا في احتفالات أقيمت لهم لتسليمهم تلك الهدايا التي أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. بشكر وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد، بتجهز معاهم في وبتشارك في أي فرحة بالنسبة لأي بنت يتيمة. فرحة للناس كلها والله، فرحة جميع العرايس دي والله، يعني فرحة كبيرة طبعا. سيادة الرئيس اللي هو فرح الناس دي كلها بشكره طبعا بالنعم على الناس دي كلها. احنا كنا مبسوطين جدا النهاردة من ساعة ما جينا مع الضباط وانبسطنا جدا، والرئيس دايما فاكرنا في المناسبات وفاكرنا في كل حاجة كويسة. بحب أشكر الرئيس السيسي وربنا يخليه لينا زي ما هو مساعد الشعب كده ومساعد الناس كلها ومفرح الناس كلها، وربنا يخليه وبارك في عمره. حابب اشكر سيادة الرئيس على ان هم حاسين بينا والوزاره اللي هي حاسه بينا، حابب اشكرهم. تحيا مصر تحيا مصر. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. المسانده والدعم والرعايه التي تقدمها وزاره الداخليه لكافه الفئات في اطار مبادره كلنا واحد امتدت الى اسر نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل والمفرج عنهم، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترعى لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات مدارس وتجهيزات عرائس على هذه الأسر في إطار حرص الوزارة على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة. كل حاجة فاكرانا فيها في الأعياد وفي مولد النبي، كل حاجة وكل شهر فاكرانا وعملنا حاجات حلوة كتير، وفي أيام المدارس فاكرة أولادنا. ونشكر سيادة الرئيس هو فاكرنا بكل حاجة حلوة. بيساعدوا أولادنا الصراحة بكل حاجة، وأي حفلة بيتصلوا علينا وبيجيبونا في كل حاجة بصراحة، مش مخلينا محتاجين أي حاجة. الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد أكثر فاعلية وانتشارا على مستوى الجمهورية تشعر به كافة الفئات في كل المحافظات، لتحقق بذلك الوزارة مستهدفاتها الإنسانية في استراتيجيتها الأمنية، وهي التخفيف عن كاهل الأسر المصرية. دايماً هنا شرطة وشعب.
هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 48 طنا، في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 46 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن، إضافة إلى 61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 322 طناً. أعلن حلف شمال الأطلسي اعتزامه بدء تدريبه النووي السنوي الاثنين القادم بمشاركة نحو 60 طائرة من بينها قاذفات القنابل طويلة المدى B-52. هذه التدريبات تشمل طلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا للتدريب على استخدام القنابل النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا. وتجري هذه التدريبات النووية التي لا تتضمن استخدام أي قنابل حية وسط التوتر المتصاعد مع روسيا بشأن ما يقول الغرب إنها احتمالات لهجمات نووية روسية على أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا داعي لشن هجمات ضخمة جديدة على أوكرانيا وإن روسيا لا تتطلع إلى تدمير جارتها. أضاف بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في كازاخستان أن استدعاء القوات الاحتياطية الروسية سينتهي في غضون أسبوعين وإنه لا يخطط لأي تعبئة أخرى. كما كرر الرئيس الروسي موقف الكرملين من أن روسيا مستعدة لعقد محادثات لحل الأزمة. وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي شعبه بأنهم سينتصرون في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. أشاد الرئيس الأوكراني بشجاعة الأوكرانيين مؤكدا أن الصواريخ الروسية ما زالت قادرة على دفع الأوكرانيين إلى الملاجئ، ولكن لا أحد من شعبنا يرتجف هناك. يرى العالم أن الأوكرانيين لا يفقدون إنسانيتهم تحت أي ظرف من الظروف. العدو يهاجم مدننا ولكن لا يهاجم كرامتنا أبداً. لقد أحرقوا متحف إسكوفوردا وعشرات الكنائس ومئات المدارس ورياض الأطفال، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء ضد فلسفتنا. لا تزال الصواريخ الروسية قادرة على دفع الأوكرانيين إلى الملاجئ، ولكن لا أحد من شعبنا يرتجف هناك. نحن ندافع عن حريتنا وعن أرواحنا وعن أرضنا، عن كييف وعن زابوريجيا وعن أوديسا وعن دينيبرو وعن ميكولايف، وما لم نتنازل عنه وسنحميه دائما خرسون ودونيسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم. إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأوكراني ألكسي رينكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوية هذا الشهر. أوضح وزير الدفاع الأوكراني أن روسيا قد استخدمت ثلث مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى منذ بداية الحرب، وهذا سيؤدي إلى هزيمتها. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسلحة روسية عالية الدقة قد استهدفت مراكز قيادة للجيش الأوكراني ومحطات للطاقة في كل من كييف وخاركيف. وفي المقابل أكدت دفاع روسية في بيان لها أن أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تم إطلاقها من البحر استهدفت ترسانة من الأسلحة في قرية برودي في مقاطعة الفيف، وتضم كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية وذخيرة الواردة من الدول الغربية. В которых прятались боевики, перешли под полный контроль.
أعلنت الحكومة الروسية أنه من المقرر الانتهاء في يوليو 2023 من إصلاح جسر شبه جزيرة القرم الذي تضرر في انفجار الأسبوع الماضي. كانت روسيا قد ألقت بمسؤولية تضرر جسم القرم على أوكرانيا بينما احتفل مسؤولون أوكرانيون بالتفجير، لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. في تراجع عن برنامج تراس لخفض الضرائب، بريطانيا تقرر رفع ضريبة الشركات إلى 25%. سجلت منطقة اليورو أكبر عجز تجاري لها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت فاتورة الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة. ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن ميزان السلع التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم قد تراجع في أغسطس بنحو 51 مليار يورو، وهو أعلى عجز مسجل منذ انضمام ليتوانيا للمنطقة في 2015. ارتفع العجز وبشدة منذ يوليو وبلغ 34 مليار يورو، ليسجل تراجعا لشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يسجل عادة فائضا تجاريا كبيرا. تقديمنا الآن لمهمتنا الآن ينبغي أن يتغير. علينا أن نتحرك اليوم لنطمئن الأسواق بشأن التزاماتنا المالية. لذلك قررت بأن أبقي تلك الضريبة على الشركات التي حافظت عليها الحكومة السابقة. هذا سيرفع أو سيجعلنا نجمع 19 مليار جنيه سنويا، وهذا سيساعدنا في ميزانيتنا التي ستكون معها أيضا، وسنفعل كل ما في وسعنا لنضمن بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة. من جهة أخرى، يستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع التيار الكهربي عن طريق تخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية الحرارية والشموع. حذرت شبكة الكهرباء الوطنية من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعاً مخططاً للتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا. فصل الشتاء يقترب، والقلق ينتاب البريطانيين من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، الأمر الذي دفعهم للاستعداد للسيناريو الأسوأ خلال الأشهر القليلة المقبلة. فبعد تحذير شبكة الكهرباء الوطنية من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعاً للتيار الكهربائي لمدة 3 ساعات يومياً عن المنازل والشركات هذا الشتاء حال عدم تمكنها من استيراد الكهرباء من أوروبا أو حتى توفير الغاز الكافي للشركات الوطنية، استعد البريطانيون لشتاء شديد القسوة، إذ تدافع المواطنون إلى تخزين المولدات والمشاعل المحمولة بالإضافة إلى الملابس الشتوية والملابس الحرارية والشموع لمواجهة الأزمة. ووفقا لبيانات إحدى أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء، فإن شراء البريطانيين للمولدات ازداد خلال الأيام 11 الأولى من شهر أكتوبر هذا العام عن مثلها من العام الماضي بمقدار 203%، بالإضافة إلى زيادة 43% في مبيعات المشاعل. بيانات شركة البريطانية تتفق مع تقرير هذا الأسبوع من إحدى شركات أبحاث السوق التي ذكرت أن البريطانيين يخزنون الشموع والأغطية الثقيلة خلال الفترة الحالية.
هيئة تنظيم الطاقة طالبت من الأسر البريطانية خفض استخدام الغاز والكهرباء قدر المستطاع للمساهمة في تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء. هذه المخاوف جاءت مصاحبة للزيادة الكبيرة في نسبة التضخم ومعاناة البريطانيين الذين يئنون من تكاليف المعيشة المرتفعة. ارتفع التضخم في الصين إلى أعلى مستوى له في عامين خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار اللحوم وزيادة في أسعار الخضروات نتيجة لتأثير الطقس السيء على المزارعين. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاديات في العالم بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.5% في أغسطس الماضي. التضخم تحول إلى ظاهرة عامة في جميع الاقتصادات حول العالم، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن. ففي الصين ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في عامين خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار اللحوم والزيادة في أسعار الخضروات نتيجة لتأثير الطقس السيء على المزارعين. البيانات الرسمية الصينية أظهرت أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصادات العالم بنسبة 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر مقابل 2.5% في أغسطس الماضي. السلطات الصينية أرجعت ارتفاع التضخم إلى موجات الطقس شديد الحرارة التي ضربت البلاد واستمرت لعدة أسابيع، حيث تجاوزت الحرارة مستوى 40 درجة مئوية وتسببت في جفاف كبير خلال شهر أغسطس في صيف يعتبر هو الأشد في الصين. المكتب الوطني للإحصاء في الصين أوضح أن أسعار الخضروات الطازجة قد ارتفعت بنسبة 6.5% نتيجة لانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. وثيقة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة التي صدرت مؤخراً ووصفت التضخم بأنه واحد من القضايا العابرة للحدود، رأت أن الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي بعد الأزمة الاقتصادية الحالية. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الاستفزازات العسكرية التي قامت بها كوريا الشمالية الليلة الماضية تنتهك الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين في سبتمبر 2018. وصرح يون لوسائل الإعلام المحلية بأن حكومة كوريا الجنوبية تبذل قصارى جهدها للاستعداد الكامل لما أسماه باستفزازات كوريا الشمالية. يجب أن تدركوا جميعاً أن كوريا الشمالية استخدمت مرة أخرى قواتها الجوية لشن احتجاجاً عسكرياً على منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية التي حددها جيشنا، وشنت استفزازاً عشوائياً للصواريخ البالستية. هناك العديد من المخاوف بشأن هذا، لكن الحكومة تبذل قصارى جهدها للاستعداد الكامل لمثل هذه الاستفزازات من قبل الشمال. تحية لكم من جديد. يحتفل العالم باليوم العالمي للنفايات الإلكترونية والذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام. يهدف الاحتفال إلى توعية بمدى خطورة تلك النفايات على العالم وكيفية التخلص منها. وقد ذكر منتدى النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية أن الخبراء يتوقعون أن ما يقرب من 5.3 مليار هاتف ذكي سوف تصبح خارج الخدمة نهاية العام الجاري، من بين نحو 16 مليار هاتف ذكي يستخدمها البشر الآن، وهو ما يثير تكهنات كثيرة بشأن حجم النفايات الإلكترونية في العالم. We'll be right back.
نفى المركز الإعلامي مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي، وذلك لعدم سداد المصروفات الدراسية. قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي التي شددت على أحقية جميع طلاب الجامعات في دخول الحرم الجامعي والالتحاق بكلياتهم حتى في حالة عدم سدادهم للمصروفات الدراسية، مشيرة إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين، سواء كانت مصروفات دراسية أو مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة. تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة، والتي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة. يبدأ التقدم للجائزة خلال الفترة من 15 من أكتوبر وحتى 31 من ديسمبر القادم للفئة العمرية من سن 5 أعوام وحتى 12 عاما ومن 12 عاما وحتى 18 عاما في مجالات مختلفة، وتخصص جائزة واحدة للفائز في كل فرع بقيمة 40,000 جنيه. وعودة مرة أخرى لليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مرة أخرى هاتفيا الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب. دكتور مجدي، كنا نتساءل عن التعرف بداية على المفهوم الخاص بالنفايات الإلكترونية وما الذي يشمله هذا المفهوم. وكل ما يتعلق يعني من منتجات من الليثيوم والمعادن الثقيلة بيشكل خطر من المخلفات الإلكترونية. المخلفات الإلكترونية بكل أنواعها، سواء بطاريات أو سواء حتى أجزاء من كثير من المنتجات بيبقى فيها معادن ثقيلة. كل منتج حتى لو تصورناه أنه هو شكله بلاستيك، لا ده شكل يعني، لكن نسأل إيه المعادن اللي دخلت في تركيب هذا المنتج. خطورة هذه البطاريات أولا إن هي بتلقى مع المهملات وبعض الناس في أصحاب الورث ذاتيه، ودي بتشكل خطورة لأن البطاريات دي فيها ليثيوم، والليثيوم مادة مسرطنة. نعم. فطبعا لازم يبقى مصدر اللي وده طالبنا بيه كثيرا، إن البائع اللي باع هذا التليفون مسؤول إن هو لو التليفون باظ أو هيترمي يسلمه لنقطة تجمع. وكانت وزارة البيئة عملت نموذج لهذا الموضوع، لكن في اتفاق دلوقتي ضمني مع بعض الشركات ومع الشركات الجديدة لتولية النظافة في قطاع غرب ووسط شرق القاهرة، إن كل المخلفات سواء نقلت عن طريق جميع القنان أو سواء تم جمعها بواسطة جمعيات أهلية أو سواء صاحبها فعلا سلمها للورشة أو للمصنع أو للمحل اللي باعه، في جميع الأحوال بتتجمع هذه المخلفات وتنقل للمحرقة الخاصة بوزارة البيئة. نعم. لأنها لا يجوز تداولها. في اليوم العالمي أيضا دكتور مجدي للنفايات الإلكترونية هناك دعوات كثيرة ومكثفة لمواجهة خطورة هذه النفايات، كيف يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع من وجهة نظرك؟ وأولا الوعي، يعني أولا الوعي عند الناس المتعاملة معها، لأنه ما يتعاملش مع البقايا الخاصة بالمخلفات الإلكترونية حتى في الكمبيوترات وحتى في الوصلات الكهربائية. على فكرة في بعض الوصلات الكهربائية نفس المعادن بتاعت السلك فيها ليها خطورة شديدة، وبالتالي برضو لما بتروح للجماعة بتوع أصحاب المسابك للأسف بتروح لها كل المخلفات دي، هو عايز مثلا جزء معدني منها والتاني عايز جزء بلاستيك والتالت عايز جزء زجاجي أو جزء مضيء. في كل الأحوال كل مادة من المواد دي ليها أثر بيئي وصحي مختلف عن الأخرى،
واجمع كل العلماء. على فكره السويد اللي هي انتجت التليفون المحمول نفسه عندها دلوقتي شركات بتجمع هذه المخلفات الخاصه بالاستخدام للادوات الالكترونيه كلها، وبالتالي يجب انه يبقى فيه هيئه حكوميه ويبقى فيه قطاع خاص ويبقى فيه ليجال سيستم، يعني يبقى فيه نظام اداري يسيطر على هذه المخلفات بحيث مسارها كله يا اما ينتهي في المحرقه الخاصه التابعه لوزاره البيئه او تحت اشرافها، او يدخل لمصنع بموافقه وزاره البيئه ايضا على انها يعاد استخدام بعض العناصر اللي فيها، لانه في عناصر ممكن اعاده استخدامها لكن في عناصر تشكل خطوره لو اعيد استخدامها، لانها ممكن يحصل فيها بالتسخين او بالتكسير اثار جانبيه طالعه منها على المستخدم او على اللي بيلمسها او بيمسكها. فلازم يبقى فيه يعني ثلاث محاور متوازيه. المحور الاولاني التزام البائع بعوده المنتج اليه في حاله فشل، والمحور الثاني يتعلق بسيطره ادارات البيئه في المحافظات والاحياء على المخلفات، ان الشركات يبقى عندها تنبيه بفصل هذه المخلفات عن باقي انواع القمامه حتى لا تختلط بالسماد العضوي وغيرها، وده خطر ان لو دي فضلت في اكوام السماد العضوي وانتقلت للارض الزراعيه تشكل خطر. والجزء الاخير يبقى فيه عقوبات لعدم الالتزام، لانه عدم الالتزام فيها يشكل خطر للصحه العامه، وهنا وزاره الصحه لازم تطبق قانونها في ان دي تعتبر نفايات خطره، واحنا عندنا قائمه بالنفايات الخطره منها البقايا المخلفات الالكترونيه، ده موجوده في قانون البيئه وفي اللائحه التنفيذيه، وزاره الصحه بتطبقه معانا مع وزاره البيئة. اشكرك جزيل الشكر دكتور مجدي علام امين عام اتحاد خبراء البيئه العرب، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. تتواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته الرابعة، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي الفترة من 9 إلى 15 من أكتوبر الجاري. المزيد مع جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جيرمين، ضعيني في آخر التطورات فيما يخص المعرض ومدى الإقبال عليه. بعد التحية بالفعل، كما ذكرت نتابع معكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات معرض تراثنا في دورته الرابعة، والذي يستمر حتى 15 من أكتوبر الجاري. المعرض يقام هذا العام على مساحة 10,000 متر وبمشاركة أكثر من 1116 عارضا من مصر، إلى جانب أيضا عارضين من 5 دول عربية كدولة السودان الشقيقة وغيرها من الدول، إلى جانب أيضا مشاركة أكثر من 30 قطاعا حرفيا بمنتجات حرفية متميزة. الجدير بالذكر في المعرض هذا العام والملفت للنظر هو وجود جناح خاص بمبادرة حياة كريمة وأصحاب المشروعات من قرى ومراكز حياة كريمة، والذين تم تمويلهم عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل عرض مختلف المنتجات الحرفية والتراثية. فالمنتجات المعروضة سواء في جناح مبادرة حياة كريمة أو في مختلف أنحاء المعرض هي منتجات حرفية وتراثية كالكروشيه وال المفروشات والسجاد والمشغولات اليدوية، وأيضا المنتجات اليدوية المصنوعة من مخلفات النخيل والصديقة للبيئة، إلى جانب المنتجات الجلدية وغيرها من المنتجات المصنوعة بحرفية شديدة وبجودة عالية. أيضا هناك مشاركة لذوي الهمم من 15 جمعية خاصة بهم من مختلف المحافظات، ومشاركة أيضا متميزة للمحافظات الحدودية كمحافظة مطروح عن طريق عرض المنتجات المشهورة بها هذه المحافظة في جناح خاص بالمحافظات الحدودية. أيضا تسهيلا على المواطنين، تم توفير خطوط أتوبيسات من الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة
تتحرك إلى مكان هذا المعرض تسهيلا على المواطنين، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10:30 مساء بشكل مجاني تماما للتسهيل على المواطنين. ما زالت الفرصة حتى 15 أكتوبر وهو الغد مفتوحة أمام المواطنين لزيارة هذا المعرض المتنوع من الساعة 11 صباحا للساعة 10 مساء. ويعني بنشير أيضا أنه في إقبال كبير على هذا المعرض اليوم، وخاصة أنه اليوم يوم الجمعة هو أجازة رسمية، فبالتالي الإقبال بيكون أكبر في أيام الأجازات الرسمية من أجل شراء المنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية وأيضا بأسعار تناسب مختلف الفئات. فهذا المعرض الذي يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دور كبير في دفع عجلة الإنتاج والتنمية. كان هذا كل ما لدي حتى الآن من معرض تراثنا، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك عن هذه الصورة التي قدمتها. معرض تراثنا، جرمين إبراهيم، مراسلة تلفزيون المصري. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، نتابعها مع ياسر عبد الستار. إليك ياسر. شكرا لك ريهام، شكرا لك هبة، وأهلا بحضرتكم إلى هذه الطيفة من الأخبار الاقتصادية. ترأس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تأتي الجلسة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة ما بين 10 إلى 16 أكتوبر الجاري. وشارك بالجلسة رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد وبحضور ما يزيد عن 3000 مسؤول يمثلون محافظي البنوك المركزية ووزراء وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم. ودعا محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال ترأسه للجلسة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة والمتعلقة بالديون التي تؤثر على الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وثمن محافظ البنك المركزي التحركات السريعة للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم الاقتصاد العالمي في أزمة كورونا، داعيا إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم بما في ذلك للبلدان ذات الدخل المتوسط. كما أكد محافظ البنك المركزي أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات. وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة ومواطن الضعف المتعلقة بالديون. وأشار محافظ البنك المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة تحديات إنمائية هائلة مع عدم كفاية التمويل. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى $1,670 للأوقية. محليا سجل الذهب عيار 18.960 جنيه، أما عيار 21 فسجل 1120، عيار 24 سجل 1280، أما الجنيه الذهب فسجل 8960 جنيها.
انتعشت الأسهم اليابانية مدعومة بالأداء القوي لعدد من شركاتها، في حين بدأ المستثمرون تجاهل بيانات التضخم الأمريكية المتكررة، وصعد المؤشر نيكي 3.25%، وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ مارس الماضي، وتجاوز مؤشر نيكي حاجز 27,000 نقطة للمرة الأولى في أسبوع بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.35%. سريعا انتهت الأخبار الاقتصادية، مرة أخرى نعود إلى ريهام ديب وهبة حسين. أشكرك ياسر. ونختتم نشرة السادسة بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. خلال جولة تفقدية، الرئيس السيسي وجه باستمرار جهود تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. في جولة بشرم الشيخ، رئيس الوزراء يتفقد تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين ويتابع استعدادات مؤتمر كوب 27. الناتو يبدأ تدريبات نووية بمشاركة قاذفات B-52، وبوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى لتدمير جاراتها أوكرانيا. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.